تابعونا. بس خلينا نبدا بقى باول تقرير معانا، نبدا بحفل تخرج طلبه جامعه هليوبوليس للتنميه المستدامه. خلينا نروح نتابع كده ونرجع نكمل. تحتفل جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة بتخريج 100 طالب في مجالات الصيدلة والهندسة المستدامة وإدارة الأعمال. بدأت الدراسة هنا قبل 5 أعوام في 2012، وتضم الجامعة الآن 3 كليات. هو أنا بعتبر الحقيقة أن دي أول دفعة بتخرج من الجامعة، لأن الدفعة اللي اتخرجت السنة اللي فاتت من كلية الإدارة والاقتصاد كانوا 6، لكن احنا بنخرج السنه دي من كليه الصيدله وكليه الهندسه وكليه الاداره والاقتصاد عدد كبير نسبيا بالنسبه ل6 تخرجوا السنه اللي فاتت. فانا بعتبر ان ده التخرج الفعلي لاول دفعه من دفعات جامعه هليوبوليس. بنخرج اول دفعه لكليه الصيدله واول دفعه لكليه الهندسه. فيما يخص كليه الصيدله، البرامج اللي عندنا بتعتمد الى حد كبير على الاعشاب ومعرفه اهميه الاعشاب في العلاج الطبي والادويه المستخرجه من نباتات طبيه. في مجال الهندسه بنعتمد الى حد كبير على هندسه المياه وهندسه الطاقه، ودي عوامل مهمه وبرامج مهمه جدا دلوقتي مطلوبه في المجتمع المصري بعيد عن البرامج التقليديه لكليات الهندسة. التنمية المستدامة واحدة من أهم الأشياء التي تحرص عليها الجامعة من خلال مناهجها الدراسية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال مفاهيم الابتكار، التعاون والتكنولوجيا. والله أنا أول ما دخلت الجامعة في فرق شاسع قوي، لما بقارن دلوقتي دماغي أوتوماتيكلي كده بين أول يوم وآخر يوم، في فرق كبير جدا. الجامعة علمتني كتير قوي، علمتني حتى كمان اسمها تنمية مستدامة، فهو فعلا استدامة في العلم والمعرفة، وإن أنا أفضل أتعلم أكتر وأكتر. فرق كبير من أول يوم بيني دلوقتي، النوليدج اللي أنا عندي وأنا كبرسوناليتي كل حاجة اتغيرت. التنمية المستدامة عامة هي إزاي إن أنا أطور الحاضر بدون ان انا اضر موارد المستقبل، الموارد اللي هتستخدمها الاجيال القادمه في انها تعمل عمليه تطوير برضو لنفسها. فانا لما استخدم طاقه الشمس انا مش هضر البيئه ان انا اولد ثاني اكسيد الكربون او كده، بالعكس انا هنقص ثاني اكسيد الكربون عشان انا هنقص الطاقه المتولده من الديزل والكلام ده. واحافظ على سر المهنه وانفذ قوانينها. دفعة جديدة تحمل الكثير من الأحلام والأمال والطموحات، وتجمع بين التعليم والبحث العلمي والممارسة للتطوير وخدمة المجتمع. ندى هشام، صباح عون. بالتأكيد أي جامعة في مصر بتخير أي شباب، وأي إضافة أيضا في أي جامعة في مصر هي إضافة طبعا لقوة الشباب البشرية في هذا البلد. مبروك للطلبة الخريجين.